والله عنده حب كتير مولود الأسد، بس مغروم يعني فينا نقول له ولا مولود مغروم غير مغروم، ولكن وضعه العاطفي يعني up down up down up down. متقلب متقلب كتير يعني. هلأ هو بدأ يهدي كمان عكس السرطان اللي مشاعره كتير. لا لك ليش؟ لأنه مين كوكبه العاطفي لبرج الأسد؟ كوكب أورانوس. أورانوس هو كوكب الانقلابات والتغييرات والظروف المباغتة والمفاجأة والغير متوقعة، فبنلاقيه بحالة عدم استقرار عاطفي. في شيء بدي أقوله أنا لمواليد الأسد تحديداً عاطفياً، يعني إذا في علاقة بحياتك بتهمك أنت معتز فيها بتعني لك حافظ عليها. يعني ما في داعي إنه نروح لطيش عاطفي، ما في داعي نروح لمغامرات كثير، ما في داعي إنه نحن ناخد أي فرصة بتجينا حفاظاً إذا كنا يعني في حدا بحياتنا أو في حدا بقلبنا. هلا مواليد الأسد معرضين، بعض منهم معرض بهذا العام لعودة لحب ماضي. يعني ممكن كثير، إيه ممكن كثير. فأنا قلت له إنه الحب لا يمكن شراءه، له بالحب لأنه الحب ما بينشرى بالقوة. ما بينشرى بالتسلط، وما فيك تخلي حدا يحبك او انت تحبه يعني تحت اي اغراءات. الحب لا يخضع الا لاغراء الحب. انا بدك تعطيه مشاعر، معناته لازم بدك تعطي مشاعر، وبدك اي تكون ما بدي زعله لمولود الاسد، بس يعني عن جد هو هي السنه ضايج مولود الاسد. يعني بشوفه ضايج، ما بعرف، ضايج بالشغل، ضايج بالحب، ضايج بعلاقات الزواج، بعلاقاته المتزوجين. يعني أنا مرتاح من الأبراج. ضايج. هلأ بيقدر هو حدا بيركز. مولود الأسد من الأشخاص اللي عندهم قدرات تنظيمية هائلة. أوكي. يعني بيقدر يركز على أكثر من شغلة بنفس القوة وبنفس الدقة. فركز مولود الأسد، يعني حاول إنك تركز. لألك ليش؟ هو من الأبراج يلي محاور الكسوف والخسوف بتأثر عليهم مباشرة. بشكل مباشر. بشكل مباشر. يلي رح يكون بنيسان. أربع أبراج يلي بتأثر عليهم. نحن قلنا محاور الكسوف والخسوف ما بين الثور والعقرب. صحيح. اللي حيتأثروا فيها بشكل مباشر، إضافة للدلو والأسد. فعدم الاستقرار نتيجة دائما إنه في شيء يطرأ، في شيء يطرأ دائما بحياته. طيب بدك تحاول انه ما تكون كتير فوضوي، يعني بدك تحافظ على استقرار علاقاتك ما امكن. حتى الامور العائليه بالنسبه لمولود الاسد انا بشوف فيها اضطرابات وفيها تغييرات. ليش؟ بلوتو هو كوكب مسؤول عن العائله الخاص بمولود الاسد. بلوتو هو كوكب بطيء جدا جدا جدا، هذا اللي موجود بالجدي، ولكن رغم بطئه بيعمل تغييرات عميقة وجذرية وأساسية. يعني فمولود الأسد هلأ يعني هو بمرحلة تغيير. عنده بمرحلة تغييرات عميقة جدا. فعليا ترى يعني بيغير مكان إقامته، بيصير انفصال بحياته عن جهة ما هو بيحبها، مثلا عن عيلته، مثلا بيته بيغير، بيسافر مولود الأسد. يعني في تغييرات من هذا النوع بحياته بهذا العام. الأهم أنه من بداية العام بيسجل مولود الأسد نهايات لمشاكل مالية، أو بيلاقي حلول لبعض الأمور المعلقة. كل مواليد الأسد كان عندهم شغلات يعني أو ظروف مالية عالقة، سواء مع آخرين، مع شركات بحياتهم، أو ضمن مؤسسات مالية مثلا، أو ضمن مؤسسات مالية. فكلهم عانوا شوي من خضات يمكن مالية، شوي من متاعب. يعني متاعب. هلأ هاي السنة في حلول، وهذا أحلى خبر لمولود الأسد، خاصة بالنص الأول من العام. تسوية، حل قضية مالية، حصول على حق كان عم بيطالب فيه،
حصول على دين، إرث، دعم، إرث، يعني كل مين طبعاً حسب ظروفه. موارد جديدة، مصادر جديدة للدخل أنا بشوف كتير منيحة. ممكن هو بيبحث تبيع. عن هاي الموارد طبعاً. هو طبعاً. ممكن مولود الأسد بهاي السنة يبيع أحد إحدى ممتلكاته مثلاً، ممكن، وممكن يشتري بسبب أزمة مالية معناته. لا، وممكن يشتري، يعني هي حركة نقلة تغيير يعني، وممكن يشتري. هلأ سنة يعني عموماً جيدة بنتائجها، عموماً جيدة. العمل لازم كثير تركز عليه مولود الأسد. علاقتك مع محيطك المهني لازم كثير تفاوض، تهادن، تتنازل شوي، تتساوى شوي، ميزان يعني بده يتصرف بطريقة شخصية الميزان، يعني شخصية الميزان بده يتصرف بطريقة كتير، لأنه رح ياخد كتير من المكاسب بهاي السنة بحال تواضع قليلا. دايما تذكر مولود الأسد هالكلمة. انت دايما وقت بتلاقي حالك تواضع. وقت بتلاقي حالك بموقف مواجهة تواضع قليلا، ما تترك حقك، تواضع تواضع لتقدر تحقق وتمشي للأمام. أكيد. هلأ المزعج عند مولود الأسد من بين الكواكب، أول شيء عوامل الكسوف والخسوف، أورانوس الموجود بالثور واللي عم يتعارض مع زحل بالمواجهة معه، دايما في مربع، يعني دايما في مربع عم بيصير عنده، عم بيخلق له عقبات، عم بيقدر يتجاوزها مولود الأسد. مولود الأسد دايما بيقدر يتجاوزها، بس بين أنه أنا أتجاوزها بسلام وبين أني أتجاوزها وأكسب عداوات من الناس اللي حوالي، هي الحد الفيصل يعني بيناتهم. في مسؤوليات بالتأكيد زحل بحملك ياها مولود الأسد، ما في شك، أعباء يمكن، ولكن بالنهاية بتحقق نجاحات إذا بذلت الجهود الحقيقية. زحل ما في معه ملعبة، تشتغل معه صح بكافئك، بتقصر ما بيرحمك، يعني هذا ميزان زحل. تمام. مستمر عنده زحل هلأ؟ لا، مستمر بالدلو زحل للعام القادم للعشرين 23. قصدك تأثيراته مستمرة؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد. هلأ أنا بشوف يمكن مواليد تموز تخطوا هاي المرحلة، يعني كل مواليد الأسد يلي بالعشرية الأولى تخطوا تأثيرات زحل. كشهر آب خلينا نقول، خلينا اللي مواليد شهر آب بقى. هدول اللي ممكن يتحملوا مسؤوليات وضغوط زحل. كلمة أخيرة لمولود الأسد، حافظ على كل ما هو حقيقي بحياتك. كلمة أخيرة بدي أقول له، حافظ على كل ما هو حقيقي بحياتك. طبعا فترة قوية جدا لإله بدخول المشتري لبرج الحمل. عنده 3 شهور فيهم هدف، فيهم إنجاز، فيهم تحقيق أمنية، فيهم نقلة نوعية. يمكن يضطر مولود الأسد لترك عمل بشكل فجائي وتغيير، بس بيكون منيح. بس أنا وقت بذكر أنه هالفترة قوية حلوة، إذا عندك أنت تغيير يعني بكامل إرادتك، يعني أنت بدك تغير بهالفترة، غير يلي هي من نص أيار لأواخر تموز. هاي فترة ممتازة لبداية جديدة، لتغيير، لقطف ثمار، لمكافأة، يعني حتى لو كانت معنوية. يعني صحة ذاتية لمواليد برج الأسد، بس بنفس الوقت هي التحذيرات يمكن لصالحه وإشي. لا، بس عنده نجاحات مولود الأسد، بس يشتغل، يعني ما بده يتكسلن الصراحة. طبعا. هو ما يعني ما بده يتكسلن عليها. في بس تراجع المريخ بالجوزاء، لأنه فترة طويلة بنحكي فيه، اللي هو من شهر 8 لا نهاية العام، ممكن يعيد أشخاص لحياته من جديد، سواء حب قديم أو صداقة. صداقات. وممكن يخرج أصدقاء من حياته. أما طب يعمل غربة مثل تماما. فا إذا في شيء كمان بس بدي أقوله، إنه في العلاقة بين مولود الأسد وأحد الأبوين، وبظن علاقته بالأب ممكن يعني يكون فيها تجارب ما.
بهذا العام أو اختبارات العلاقة مع الوالد يعني مع الأب. إضافة أنه بده ينتبه لعلاقاته المادية مع الآخرين بفترة المريخ وتراجعه تحديداً، لأنه ممكن مولود الأسد شخص لا يعني لا ما بيحط سوء النية، هو شخص نبيل جداً، نبيل جداً، يمنح فرص وبيسامح، لا يغركن قوته للأسد، بس هو شخص قلبه طيب كتير وبيسامح وبينسى الإساءة وبيعطي فرصة تانية. هيك مولود الأسد. فبفترة تراجع المريخ ممكن يكون في عنده خيانة أو غدر من أحد الأشخاص، وخاصة بالأمور المالية، فيكون منتبه. إذا بنقول كل عام وكل مواليد برج الأسد بألف خير، ويا رب بتكون سنة خير عليكم.